السؤال الثاني عندنا طال عمرك مسجد على الشارع العام، الشارع اللي يروح للطائف واللي يروح للبعة، ويتأخر الإمام ولا نطلع إلا الساعة واحدة وعشرة، ويتقفل الخط من اليسار ومن اليمين هذا الرايح والجاي، فهل هناك توجيه للإمام جزاك الله خير؟ شكرا. أنتم وجهوه وطلبوه منه أنه يقدم الصلاة حتى يزول هذه المشقة، ويلاحظ الظروف المحيطة به وحول المسجد، ناصحوه في ذلك. فإذا لم يمتثل راجعوا إدارة المساجد لديكم في الباحة لتتفاهم معه. نعم.